السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله هنلتقي مع حل امتحانات ومراجعة الوحدة الثالثة. كلنا عارفين إن الوحدة الثالثة المقرر فيها هو فصل الشخصية والاتجاهات والقيم. بإذن الله تعالى أما يكون معاك الثلاث فيديوهات الأول والثاني والثالث، الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة، يبقى حضرتك لميت المنهج كله في أقل من 3 ساعات. اسمع الفيديو مرة واثنين وثلاثة، هيثبت عندك المعلومة، وخاصة ان حضرتك بتسمع وبتشوف كل حواسك شغالة. وحاول تكتب على قد ما تقدر وتقيد ما تسمعه بالكتابة، لأن العلم صيد وقيده الكتابة. ربنا معكم ووفقكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع السؤال الأول. السؤال الأول: عرف مفهوم الشخصية كمثير. الشخصية كمثير هي كل ما يمتلكه الفرد من مظاهر خارجية، يعني الشكل الخارجي، ومقدرة هذه المظاهر أو الشكل الخارجي على التأثير في الآخرين. هذا ما قاله فيليمينج عن الشخصية، فهو مجموع الأفعال التي تؤثر في الآخرين، الأفعال اللي انت بتمتلكها وبتأثر على الناس. هذا التعريف عليه ملاحظتان: الملاحظة الأولى أنه أهمل التنظيم الداخلي للفرد، الشكل الخارجي بس أهمل ما بداخل الإنسان، وبالتالي يجعل حكمنا على الإنسان قائم على السمعة والشكل الخارجي فقط. السؤال الثاني بيتكلم على مفهوم الشخصية كاستجابة. لما نيجي نعرف الشخصية كاستجابة، الشخصية في ضوء الاستجابة للمثيرات وأسلوب توافق الفرد وانسجامه مع البيئة أو الظواهر الخارجية. يبقى هنا التعريف بيتكلم على الشخصية على أنها استجابة للمثيرات وأسلوب الفرد في التوافق مع هذه البيئة. مما لا شك فيه أن هذا التعريف أيضا عليه ملاحظتان: الملاحظة الأولى إن استجابات الفرد وردود أفعاله بتختلف من موقف إلى آخر رغم ثبات المثير، فبالتالي لا يمكننا بناء حكم موضوعي على الفرد في إطار مسبق. السؤال الثالث: استخلص ما يتضمنه تعريف الشخصية كتنظيم داخلي وسيط بين المثير والاستجابة. هنا انتقل للتعريف الثالث أو المفهوم الثالث، أو بصيغة تانية لخص ما يتضمنه تعريف البوتر الشخصية. بيقول الشخصية تنظيم دينامي، الشخصية تنظيم دينامي عبارة تشير إلى إن البناء الداخلي للإنسان اللي هي الأجهزة النفس جسمية في حالة من الترتيب والتناسق والانتظام.
أما الخاصية الثانية من تعريف ألبرت للشخصية أجهزة النفس جسمية، والعبارة دي بتشير إن الشخصية الإنسانية بتتضمن التكامل بين كل مكونات الشخصية، وراثة وجسم وانفعال في وحدة لا يمكن الفصل بينها، تملي على الفرد. ومعناه أن جميع مكونات وأنظمة الفرد الداخلية لما بتستثار بيكون لها دور توجيهي في كل أفعال الإنسان وفي كل أنشطة الإنسان. الخاصية الرابعة الخاصية طابعه الثالثة الخاص والمتميز، طابعه بمعنى الخاص إن كل والمتميز. المظاهر السلوكية اللي بتظهر على الفرد بتكون فردية ومميزة، ودي بتحدد أسلوبه الفريد في التوافق مع البيئة. الخاصية الخامسة السلوك والفكر، طبعا هنا ليس ليجعل الفرد متوافقا مع البيئة فحسب، بل ليجعله قادر على السيطرة والتحكم في الأحداث. السؤال اللي بعديه، حلل نظرية التحليل النفسي عند فرويد، سيجموند فرويد عالم النفس النمساوي. النظرية دي بتأكد على إن خبرات الطفولة والدوافع اللاشعورية والصراعات والإحباطات هي محددات الشخصية، وبتركز كمان على إن الطاقة النفسية هي محرك أساسي للسلوك، والحيل الدفاعية هي وسيلة للتخلص من القلق. ده بالنسبة لي نظرية قديمة، لكن في التوجهات الحديثة على يد إريك إريكسون وكارين وهورني وهاري وستاكسلوفان أصبح هناك اهتمام مضاف لدور التغيرات الاجتماعية والتفاعلات مع الوالدين خلال عملية التنشئة الاجتماعية اللي بتأثر على نمو شخصية الإنسان. النظرية دي اعتمدت اعتماد كبير جدا على استخدام بعض الأدوات في دراسة الشخصية والحكم عليها، زي الملاحظة والاستبطان والتداعي الحر والتحليل المنطقي للذكريات والأفكار. كل دي تعتبر وسائل اعتمدوا عليها عشان نحكم بيها على الشخصية الإنسانية. السؤال اللي بعديه، ترتكز النظرية الإنسانية على أن الإنسان خير بطبعه، بين ذلك. النظرية دي بيطلق عليها القوة الثالثة بعد نظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية، وبتأكد على أن الإنسان خير بطبيعته وواعي لسلوكه، لأن كل سلوك لابد أن يكون وراه هدف. رائد المدرسة دي أو النظرية دي إبراهام ماسلو، اللي بركز على الموضوعات ذات الصبغة الإنسانية زي تحقيق الذات، أهداف الحياة وجودتها، الإبداع، الوجود الشخصي، وبيعتبرها من المتغيرات المهمة جدا في الحكم على شخصية الإنسان.
السؤال اللي بعديه، ترتكز النظرية السلوكية على ما يحدث داخل العقل. وضح موقفك النقدي من العبارة. لو العبارة دي جات صح ولا تبقى العبارة دي خاطئة. ليه؟ لأن النظرية دي بتنظر عليه الشخصية على أنها مجموعة من العادات المكتسبة أو المتعلمة. بركزوا على السلوك الظاهري اللي ممكن نلاحظه ونقيسه بغض النظر عما يحدث داخل الإنسان. عشان كده واتسون مؤسس هذه النظرية بيأكد على رفضه لتأثير العوامل الوراثية على الشخصية. بس المحدثين من أنصار هذه الشخصية أمثال سكانر ودولارد وميلر أكدوا على أهمية العوامل الوراثية ودوافع السلوك في تشكيل شخصية الفرد أو في نمو شخصية الفرد. السؤال اللي بعديه، يربط هيبوقراط بين الجوانب الجسمية والشخصية، بين ذلك. من أقدم النظريات التي حاولت أن تفسر الشخصية الإنسانية هي نظرية هيبوقراط اليوناني، التي حاول فيها أن يربط بين الجوانب الفسيولوجية يعني الجسمية وبين الشخصية في 4 أنماط وأمزجة عامة. النمط الأول اسمه النمط السوداوي، صاحبه بطيء التفكير، قوي الانفعال، منطوي، متشائم، ومنقبض، ومكتئب. النمط الصفراوي صاحبه طموح وعنيد وجاد وحاد الطباع وسريع الاستثارة والغضب. النمط الدموي صاحبه سهل الاستثارة، سريع الاستجابة، ويتميز بالتفاؤل والمرح والنشاط. النمط البلغمي صاحبه بطيء الاستثارة ويغلب عليه الخمود والتبلد الانفعالي. هذه النظرية يرى فيها هيبوقراط أن الشخصية السوية بتعتبر نتاج لتوازن هذه الأمزجة 4. لو غلب نموذج أو نمط من هذه الأنماط الآخر بتحدث الاضطرابات النفسية والانتقادات التي وجهت إلى هذه النظرية أنها تجاهلت مبدأ الفروق الفردية بين الأفراد. السؤال اللي بعد كده، اختلف العلماء حول المحك الذي يحدد طبيعة الشخصية العادية، بين ذلك. طبعا العلماء اختلفوا حول تحديد طبيعة هذه الشخصية، فمنهم من قال أن الشخصية العادية هي تلك الشخصية التي تتميز بمجموعة من الخصائص، هذه الخصائص تجعلها تبدو في شكل متوازن نحو تحقيق أهدافها. وقال آخرون أن الشخصية العادية هي الشخصية التي تتمتع بالصحة النفسية والعقلية السليمة. وقال آخرون هي الشخصية التي تتمتع برزانة العقل والثبات الانفعالي، وأنه سعيد يتمتع بنشاط كافي واستثمار أوقاته وإمكاناته ويتوافق مع البيئة وليس له حرب مع نفسه أو مع غيره. السؤال اللي بعديه، اذكر صفات الشخصية الدونية. الشخصية الدونية بتعاني من عجز دائم في تلبية التزاماته ومناشطه الحياتية. ليه؟ لأن النقص هنا مركب نفسي لا شعوري. يتخذ دائما مرتبة أدنى في التعامل مع الناس، يقتنع دائما بأن يكون في وضع الخنوع والخضوع والاستسلام، يفتقر للشعور بالاستقلالية ويرضى بالأدوار الهامشية.
السؤال اللي بعديه، اذكر صفات الشخصية الهستيرية تتميز بحب الظهور ومحاولة جذب الانتباه، حب الذات والاهتمام بها، القابلية للمبالغة والكذب والتمثيل، التواكل وتحميل المسؤولية على الآخرين، القابلية الشديدة للإيحاء والتأثر بالناس، انفعالاتهم طفولية وسريعة التقلب وتتسم بالسطحية. السؤال اللي بعديه، اذكر صفات الشخصية الانطوائية. أولا، لا توجد شخصية انطوائية انطواء كامل أو منبسطة انبساط كامل، الشخصية بين ولكن بدرجات مختلفة. الشخصية المنطوية بيميل إلى الانعزال والوحدة والانطواء، ويتحاشى أو يبتعد عن التواصل الاجتماعي، يميل إلى التأمل بما يشبه أحلام اليقظة، اهتمامه بالنواحي المادية قليل، ويغلب عليه النظرة المثالية، حساس المزاج، وتجده سريع الانفعال. اذكر أهم خصائص الشخصية المبدعة. الشخصية المبدعة تتسم باستخدام المنهج العلمي وتبتعد عن التفكير الخرافي، ينتبه ويلتفت إلى ما لا يلتفت إليه الشخص العادي، يفكر في قضايا وفي مشكلات تختلف عما يفكر عنه الشخص العادي، حلوله متعددة كثيرة وجادة للمشكلة الواحدة، يتسم بارتفاع نسبة ذكائه. السؤال اللي بعديه، اتكلم على اذكر خصائص الشخصية السيكوباتي. الشخصية دي شخصية ضد المجتمع، ليس لديها إرادة واعية، يعني ما عندهاش قدرة على التصرف بإرادة واعية. الصفات بتاعتها، واحد، يظهر عنده الانحراف والاضطراب في سن مبكر، يتخذ اتجاها مؤذيا ضد مجتمعه، الاندفاع خارج عن السيطرة، يستجيب لوسائل الشدة واللين، عدم النضج العاطفي والنقص في الحكم على الأمور. أول سؤال في الفصل الثاني، حدد المقصود بالاتجاه. الاتجاه مركب عقلي نفسي أحدثته الخبرة، وهو يتميز بالثبات والاستقرار النسبي، يوجه سلوك الأفراد بعيدا عن قريبا من عنصر من عناصر البيئة. زي إيه؟
مثل حب شخص وكراهية شخص آخر، تشجيع فريق بعينه دون آخر، الانتماء لأحد الآراء دون آخر، حب تخصص معين دون آخر. كل دي تعتبر اتجاهات أو أمثلة للاتجاهات. الإجابة: المكون المعرفي بيشتمل على أفكار، معتقدات، تصورات، معلومات الفرد نحو موضوع معين. الموضوع ده ممكن يكون شيء أو شخص أو موقف. المعتقدات دي والمعلومات دي والتصورات دي اسمها المكون المعرفي، هو ده اللي بيسهم في تكوين اتجاهات إما سلبية أو إيجابية. طب ليه؟ نظرا لأن كل صفة من هذه الصفات إيجابية وسلبية مرتبطة بأن تكون مرغوبة أو غير مرغوبة. مرغوبة تدي اتجاه إيجابي، غير مرغوبة تديني اتجاه سلبي. زي إيه؟ زي مثلا المعتقدات اللي عندي حول التدخين، بيقصد بيها مجموعة من المعتقدات بتوجد لدى الفرد حول هذا الموضوع، سلوكه ينتظم وفقا لهذه المعلومات. السؤال اللي بعديه: ثبات الاتجاه وعدم تغيره مسؤولية المكون الانفعالي، علل صحة أو خطأ؟ المكون السلوكي ده ناتج عن المكون المعرفي والمكون الانفعالي، بمعنى إن المكون السلوكي هو المسؤول عن قيام أو عدم قيام الفرد بسلوك معين أو بفعل معين. فعلى سبيل المثال، إذا أعجبنا شيء معين أو شخص معين، يبقى سلوكنا إيه؟ ينسنده، ينأيده، ينقترب منه، والعكس صحيح. عشان كده لو لاحظنا إن المكونات الثلاثة للاتجاه لابد أن تكون في حالة اتساق. ناخد مثال، المثال اعتقاد الفرد بأن التدخين ضار جدا بالصحة، ده مكون معرفي. 2، يتولد عنه كراهية الفرد لرائحة التدخين والمدخنين، ده مكون وجداني. هينتج عنه ابتعاد الفرد عن المدخنين أو محاولة منعهم من التدخين، ده اسمه مكون سلوك. لازم المكونات الثلاثة تكون في حالة اتساق. أول من استخدم مفهوم الاتجاه هو هيربرت سبنسر، ويرجع انتشاره واستخدامه إلى عدة أسباب. أنه يتسم بالثبات النسبي في أحكام الفرد عن القضايا التي تهمه دائما ثابتة نسبيا، متعلمة مكتسبة، يعني مش فطري. عشان كده يمكن تغييرها وتطوير الاتجاهات المرغوبة. تحدد الكيفية التي يستجيب بها الفرد للمواقف التي يمر به. إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد، إذا علمنا اتجاهه بسهولة جدا نتنبأ بسلوكه. تساهم في رسم حدود الصلة بين قيم المجتمع وسلوك الأفراد. خصائص الاتجاهات:
مكتسبة متعلمة، ليست فطرية أو وراثية. ترتبط أو تتكون هذه المسيرات وفقا لمواقف اجتماعية يشترك عدد من الأفراد أو الجماعات فيها. الاتجاهات لا تتكون من فراغ، لأنها تتضمن دائما علاقة بين الفرد وبين موضوعات البيئة وقضاياها. الاتجاهات تتعدد وتختلف حسب المسيرات اللي بترتبط بيها. يتضمن الاتجاه عنصرا عقليا يعبر عن معتقدات الفرد ومعرفته العقلية. يتضمن الاتجاهات عنصرا انفعاليا يعبر عن تقييم الفرد ومدى حبه أو كراهيته لموضوع معين. يتضمن الاتجاه عنصرا سلوكيا يعبر عن سلوك الفرد الظاهر نحو موضوع معين. الاتجاهات نتاج للخبرة السابقة والسلوك الحاضر والسلوك في المستقبل. لما نيجي نتكلم على وظائف الاتجاهات، واحد تحدد طريق السلوك وتفسره، بتنظم العمليات الدافعية والانفعالية والإدراكية، بتنعكس في سلوك الأفراد في أقواله وأفعاله، بتيسر القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف المختلفة، بتشكل وبتوضح صورة العلاقة بين الفرد وبين عالمه الذي يعيش فيه، توجه استجابة الفرد للأشخاص والموضوعات بطريقة محددة، تساعد الفرد على أن يشعر ويدرك بطريقة مجتمعه من معايير وقيم ومعتقدات. على الرغم من إن الاتجاهات ثابتة نسبيا وبتقاوم التغير، إلا أنها عرضة للتعديل والتغيير. نتيجة إيه؟ نتيجة إن الإنسان في تفاعل مستمر مع البيئة وموضوعات البيئة. أساليب تغيير الاتجاهات بتعتمد على الجانب المعرفي وما يحتويه من استخدام للحجج المنطقية والأدلة، كما يتم الاعتماد أيضا على الجانب الانفعالي. من ضمن الأساليب اللي بتغير الاتجاهات الجانب الانفعالي. يبقى المسؤول عن التغيير مش بس الجانب المعرفي حيث الإقناع والأساليب والحجج المنطقية، لا، الجانب الانفعالي. عشان كده علماء النفس بيوصوا بعدة أشياء عشان نغير الاتجاه. لابد من التغيير باتباع استراتيجية معينة ومناخ من التسامح، وأن يكون الفرد أكثر اطمئنانا حتى يكون اتجاهاته أكثر مرونة وقابلة للتغيير. العوامل اللي بتساعد على إحداث تغيير في الاتجاهات، إن الاتجاه يكون ضعيف ومش راسخ أو ثابت، إن في اتجاهات متوازية أو متساوية معاه في القوة، يعني في بديل قوي بيرجح هذا الاتجاه عن غيره. أيضا وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع الاتجاه. من ضمن العوامل اللي بتسهل التغيير إن يكون الاتجاه سطحي وهامشي. من العوامل التي تجعل تغيير الاتجاه
أمر صعب؟ اعكس، إذا كان السهولة إنه ضعيف يبقى الصعوبة إنه قوي وراسخ وثابت. جمود الفكر وصلابة الرأي عند الأفراد من ضمن العوامل اللي بتصعب في التغيير، إن الانفعال، إن الاتجاه بيصاحبه انفعال شديد، وغالبا ما يتحول إلى تعصب أعمى. أن الفرد يدرك أن الاتجاه الجديد يهدد ذاته، محاولة تغيير الاتجاه رغما عن إرادة الفرد، وده بيكون في منتهى الصعوبة، ده اللي بيصعب أكتر. الدوافع القوية عند الفرد بيتقاوم التغيير، يبقى في صعوبة في التغيير. مجموعة من الحيل الدفاعية بتعمل على الحفاظ على هذه الاتجاهات وبتقاوم التغيير. الحيل الدفاعية هي ملغية عليك السنة دي، القيم لغويا تعني قيمة الشيء أو قدره أو ثمنه، والقيمة أعم وأشمل من الثمن، لأن الثمن هو ما يدفع من مال عوضا عند الشراء أو عند البيع. أما القيم فهو كل ما هو جدير باهتمام الفرد لاعتبارات اجتماعية واقتصادية وجمالية وفنية ودينية وأخلاقية. وهنا لابد أن نميز بين إطارين لمفهوم القيمة، إطار اجتماعي وإطار نفسي. الإطار الاجتماعي يشير إلى ترتيب الأولويات وفقا لمعايير اجتماعية، يعني بنرتب القيم بتاعتي وفقا لمعايير المجتمع. الإطار النفسي يشير إلى ترتيب أولويات وتفضيلات الأفراد. يبقى القيم لها إطارين، نفسي واجتماعي. القيم أكثر عمومية وتجريد وشمول من الاتجاهات. مثال: موقفي من دراسة الجغرافيا ده اتجاه، لكن قيمة الجغرافيا في حياتنا هو ده القيمة. القيم أكثر ثباتا من الاتجاهات وأقل قابلية للتغيير. القيم بتحتوي على جانب تفصيلي وأخلاقي، في حين يمكن أن تكون الاتجاهات سلبية كما تكون أيضا إيجابية. تكتسب القيم من عمليات التعلم، فقد يكتسب الفرد قيمة كما يكتسب أنماط سلوكه بالملاحظة والتقليد. يبقى أول واحدة في اكتساب القيم إنه ممكن الواحد يتعلم القيم بتاعته بالملاحظة والتقليد، واللي بينطبق على اكتساب القيمة بينطبق على أشكال التعلم الاجتماعي الأخرى. فالكثير من الأولاد وبالخاصة حديث السن الصغار بيقبلوا بوجهات نظر آبائهم وبعض الأشخاص المهمين في بيئتهم، زي المدرس وزي جاره وزي صديقه الأكبر، عمه وخاله. وقد يكتسب الفرد أيضا قيم دون أخرى. أنت بتكتسب قيمة وفي نفس الوقت قدامك قيمة تانية ما بتكتسبهاش. ليه؟ لأن التعزيز هنا بيلعب دور كبير في تقوية السلوك القيمي المرغوب فيه.
فلو التعزيز قوى سلوك خاص أو مرتبط بقيمة، ده بيؤدي إلى اكتساب القيمة. العكس، العقاب بيؤدي إلى الانطفاء وكف السلوك غير المرغوب فيه. إذا كانت القيم نتاجا للتعلم، فتتأثر أيضا بالعوامل التي تؤثر في التعلم. يعني اللي بيأثر في القيم هو اللي بيأثر في التعلم. عشان كده لما نقول إن في تباين بين الأفراد في قيمهم نتيجة التباين في العديد من العوامل، يعني في عديد من العوامل هي اللي بتخلي في اختلاف بين الأفراد في القيم، زي السن والقدرات والخبرات التعليمية والوضع الاقتصادي والاجتماعي. عشان كده أكدت الدراسات أن الخبرات المدرسية بتأثر في تشكيل وتعديل القيم. بس القيم منين؟ القيم اللي لها علاقة بالعمل المدرسي، زي مفهوم الذات، العلاقات الاجتماعية، وبعض جوانب السلوك الأخلاقي. التنشئة الاجتماعية لها دور كبير جدا في تشكيل القيم، نظرا لأن الأسرة بتعطي للفرد الدلالات للأشياء والأشخاص والأحداث، وتحدد له كل ما هو ملائم وما هو غير ملائم، وبتدعم بعض السلوكيات زي الاستقلال والإنجاز والمنافسة. الخصال العقلية الوراثية اللي الإنسان بيرثها بتشكل أسلوب تفاعله مع الأحداث التي يتعرض لها في الأسرة أو في البيئة الاجتماعية. من ضمن العوامل اللي بتشكل في القيم الفروق الفردية بين الأفراد، ودي اللي بتدي كل واحد فينا نمط فريد من الاستجابات. كل واحد فينا استجابته مختلفة عن التاني نظرا لوجود الفروق الفردية. تفاعل الخصال نتيجة التفاعل بين الخصال الفردية للشخص بيترتب عليها ان كل واحد فينا بيحط ترتيب معين لدوافعه وحاجاته واهتماماته. اسم الترتيب ده ايه؟ والفصل الثاني الشخصية والاتجاهات والقيم. وبكده نكون خلصت مراجعة علم النفس عن طريق حل الامتحانات. يبقى كده معاك 3 فيديوهات، كل فيديو بيتكلم عن وحدة، بيراجع الوحدة على هيئة أسئلة وإجابات وحل امتحانات. اسمع الفيديو أكتر من مرة، كرر الفيديو أكتر من مرة، استعين بالورقة والقلم. ربنا معاك، حضرتك بالتلات فيديوهات معاك علم النفس. الوقت الزمني للتلات فيديوهات، الفيديو الأولاني 50 دقيقة، الفيديو الثاني ساعة، الفيديو الثاني 40 دقيقة، يعني ما كملناش 3 ساعات. يعني هلم علم النفس فيما يقل عن 3 ساعات. ربنا معاك، ربنا يقويك، ربنا يهديك ويصلح حالك. ادعونا بالتوفيق. ما تنساش لو عجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، ولا تنسى الاشتراك في القناة. في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكتب لي في التعليقات نبدأ الفيديو الجاي في ايه؟ نكمل علم نفس واجتماع، ولا ننقل على الفلسفة وناخد الفلسفة؟ عشان زملاتنا وزميلاتنا بتوع الازهر طلبوا بان يكون لهم برضو مراجعة، لان امتحاناتهم قبل امتحاناتنا. ربنا معاهم ويقويهم. انا بأيد اننا ننتقل للفلسفة، واللي موافق على رأيي يكتب لي في التعليقات، وأنا في انتظار تعليقاتكم على أي سؤال أو أي استفسار. أنا تحت أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.